شو قديش قد الرويض مش 20 كيلو شحال هو ما كذبش لك ماشي الكيلو كيش من خشو خو الصندوق 600 500 فهمتي الصندوق واش كتباع الحبه تقريبا 500 خو الصندوق كذبوش رزقنا تفيل بهاد السلعه هاد اللهم يسر الله يدير اللي فيه الحمد لله مجاب رزق الحمد لله مش خممش عايشين معاه واش معطى الله هاي الدرويش اللي مقصح كذا كذاب الناس عندهم فلوس قال ما كيهضر معاك كي شحال فاش كيف يديروا لي في ميكا كيما عطى لك 400 شنو كيهضر الدرويش خاصو يبغى يطريف خاصو يسولك شحال واش فاهم معايا ولدي وما على بالوش مسكين حنا خايلين الغلاح حنا راه ما كرهناش عايشين مع الدراوش اصلا عايشين مع الدراوش كذاب كذاب كاع بيع وشريه من هنا وجبد عايشين مع ولد ابوه مع البوفري الله يسر الامور شارجي شي والو شد هاد اللي بقاش بيها اليوم ولا بغى الله بقاش تصبح منا الصباح وشالي شاط منا شي حاجه الصباح علاش هاد الشيء حيت بنادم ولا غلاس حال النصر شراها كندور انا في مدارة النورمال فري فري تر درهم 13 درهم كما قال السيد دور الكاميرا هو دير شي هو بيع وشري عندو بيكم كيطلع كازا كيجيب السلعة ماشي ماشي ها هو يقول لي الله هو خو شحال ندير السلعة خو في كازا كلشي غالي بزاف اسمع ما تقولش كنكذب عليكم هو الدري شو هو بيع وشري حرايفي بحالي بحال 13 درهم جلبي بالنسبة لي الناس الشعب والناس كيجيو تقدموا مع البيع وشري راه ماشي حنا كنزيدوا عليكم راه الماشي اللي زيد عليكم ما هو راه بزاف راه عينا ما ندوي وخو راه مضروري